السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع: معنى نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. معناها لنلجأ إلى الله من شرور أنفسنا، نلجأ إليه ونطلب رضاه وعفوه وإحسانه ومعرفته ليستر عيوبنا حتى لا يعاقبنا عليها. السيئات تأتي من أعمال النفس الشريرة الأمارة بالسوء. النفس تستخدم وتوجه جسم الإنسان المادي إما لعمل الخير أو لعمل الشر. النفس هي الإنسان نفسه. النفس الشريرة هي النفس الأمارة بالسوء، هي التي تأمر صاحبها بعمل السوء والمعاصي والمحرمات والغيبة والغش والسرقة والكذب والقتل.